السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن جميع عصاة المسلمين وعن جميع من لم يكونوا مسلمين. الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله سبحانه وتعالى يحب العبد التائب المنيب. لكن إذا أنت رحت لربنا سبحانه وتعالى وأنت رحت لربنا سبحانه وتعالى لا تستحي من الله من كثرة معاصيك، لا تستحي من الله سبحانه وتعالى من كثرة ذنوبك، لا تستحي من الله سبحانه وتعالى من كتر يعني المعاصي والآثام اللي الواحد يعملها. ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العبد سبحانه وتعالى جدا جدا. من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه الله سبحانه وتعالى ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله سبحانه وتعالى باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله سبحانه وتعالى هرولا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني لا تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح مهما كانت معصيك. ارجع لربنا وتوب واستغفر، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ودعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله، توبوا لربنا وارجعوا إليه واستغفروا له. لا تستكبر معصيتك وانت رايح عند ربنا، بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى يحبك جدا جدا. ان الله يتوب عليكم. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله جميعا. يعني سبحان الله العظيم، ايات الله عظيمه في كل وقت وكل حين. سبحان الله، يعني في حديث برضو بس مش متذكره بالظبط معنى الحديث، كما قال النبي في أحاديثه إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد، يعني العبد لما يبعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ينادي الله سبحانه وتعالى: ألك رب سواي؟ ليك حد تاني غيري هيقدر يتوب عليك؟ ليك حد تاني يقدر يقبل توبتك ويدخلك الجنة ويغفر ذنبك ويستجيب دعوتك؟ ليك حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى يقدر يحن عليك برحمته ورأفته ورضوانه سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. سبحان الله، أدنى واحد في الجنة، أدنى واحد من أهل النار، أو آخر واحد من أهل النار، آخر واحد أي من أهل النار. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ربنا عايز يخرجه من النار طبعا. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيقول: يا رب هناك شجرة يا رب، ادنوها مني يا رب ولا أسألك بعدها شيئا. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يدني الشجرة دي منه ويقربها إليه، ويروح لربنا سبحانه وتعالى ويستظل في ظلها، ويا سلام بيكون فرحان قوي، يروح يلاقي شجرة تانية أحسن منها، يقول: يا رب هذه الشجرة جميلة، يا رب أدنوها مني، يا رب قربها مني، أروح أستظل في ظلها. فسبحان الله، ربنا يدنيه من هذه الشجرة. سبحان الله، يقعد سبحان الله تعالى يقربه إلى الجنة عشان يخش الجنة، يقول الله، فيجد فربنا سبحانه وتعالى يروح عند الجنة سبحان الله ويقول: يا رب قربني من هذه الجنة. فبيقول له ربنا سبحانه وتعالى، يقول له بسم الله، ويقول له الله سبحانه وتعالى يروح لهذه الجنة، يقول له: يا رب ايه، يا رب استظل عند بابها. يقف عند الباب الجنة ويشم بالريحة ويشوف الهنا والسرور والزبرجد. سبحان الله، بص القطة سبحان الله جت سمعتني وانا بقول حديث ربنا سبحانه وتعالى وفي مجلس علم. سبحان الله، جت تستمع لمجلس العلم. لا اله الا الله. تروح لربنا، يروح ربنا سبحانه وتعالى يقول له: يا رب قربني من الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه، ادخل الجنة. يقول: يا رب الجنة دي ليا؟ يقول له: ولك مثلها، لي ومثلها ومثلها، والله اعلم فيما معنى الحديث، بملك اغنى ملك من ملوك الارض. سبحان الله، شوفوا ادنى واحد هيخش الجنة. لا تستصغر معصيتك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى دائما، وكل دائما مع الله. إذا أذنبت استغفر، إذا أذنبت استغفر، إذا أذنبت استغفر. لا يمل الله سبحانه وتعالى حتى تمل. ربنا سبحانه وتعالى لا يمل من استغفارنا لحد ما احنا نمل.
ربنا سبحانه وتعالى هيدخلنا الجنة وهو راضي عنا، لا يمل الله حتى تملوا. تمام، فكونوا على يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى هيدخلنا جميعا الجنة، وسبحانه وتعالى يتوب علينا ويرضى علينا سبحانه وتعالى. بسم الله يا قطة، خضتين يا قطة. لا إله إلا الله، بتسمع الحديث، سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يعني لا تعجز من مغفرة ربنا. ربنا رحيم وقريب جدا جدا من العبد إذا ناداه. والله هتجد الله يطبطب عليك كده ويحن عليك. اسجد بين ايدين ربنا وصلي وتوب الى الله، وقول يا رب استغفرك من جميع ذنوبي ومن جميع معاصي، يا رب توب عليا، يا رب اعف عني، يا رب تقبل مني، يا رب اديني، يا رب اغفر لي. وهكذا خليك مع ربنا ولا تستكبر معصيتك عند الله. واسال الله العظيم ان يتوب على عصاة المسلمين ويتوب عليا وعلى جميع من سمع هذا الدرس، ويا رب تقبل مني واجعله خالصا لوجه الله الكريم اللي يحبكم في الله، ويا رب يقبلني واجعلني خالصا لوجه الله الكريم، ويجعلها صدقه خالصة لوجه الكريم عني وعن والدي. أختكم في الله بعلام، وما توفيقي إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.